الراجل مننا كلمته شرف يا سعادة البيه، واحنا بينا اتفاق وكل واحد ينفذ نصيبه في الاتفاق. بلاش العطلة دي بقى ووجع الدماغ. ما انت كمان يا معلم بتشتغل من ورانا، رفعت السعر من غير ما تسأل فينا. قلت انبهك يمكن تفتكر الناس اللي معاك، وانا مهما رحت ولا جيت انا وسط خير مش اكتر. مفهوم يا سعادة البيه، بس يعني مش بالطريقة دي. ده لولا ستر ربنا كانت البضاعة والرجالة راحوا أوانطة. العموم أنا تحت أمرك، نزود المعلوم، بس أنت كمان زود الشرف في المعاملة. مع السلامة سعادة البيه. خلاص بلاش نشتغل. وافرض ما دفعناش، إيه اللي هيحصل؟ ولا أعمل أي حتفوت، ده غير بقى من كل شوية والتانية البوليس هيطبنا هنا. يا ابني البوليس مفتح عيني قوي، ولولا صاحبنا كان زماننا قاعدين نبيع بطاطا. كلامك حكم يا معلم. غل الصنف التاني يا برعي. واجب يا معلم، وبكده يبقى الحشاشين هم اللي بيدفعوا للحكومة. مالك يا بنت؟ ايه اللي جابك؟ كمال طلقني يابا. روح انت يا مرعي دلوقتي. امرك يا معلم. ازاي ده يحصل؟ قاعد يشتمني ولعن زنزفيل اللي خلفوني، وكل ده علشان خاطر واحده ما استعنهاش تشتغل عندي خدام. الكلب ده هو فاكر نفسه ايه؟ ازاي يجيب سيرتنا؟ طب انا هروح اكسر رقبته. خش جوه دلوقتي. انا مش عايز اعيش معاه تاني يابا. خش دلوقتي. حاضر. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انت مش عارف اختك؟ اللي تكفر بلد؟ انت ناسي مين قرايب جوزها؟ انا مش عاوز مشاكل من دول، كيف بقى انا فيه؟ ابعت خليل يجيب عفشها ويبقى طلاق من سكات. يا ابني اعمل لك همه انت. هو شويه. حاضر يا معلم.